في عندي لك اقوى اختبار اليوم. اختبار وين تلفونك؟ انا عارف انه فوق يا كابتن. اليوم نسوي اختبار على تلفونك يا كابتن، سقوط من الاعلى. حبيبي ما عندك مشكله، جايب لك اقوى كفر ممكن انك تشوفه في حياتك على ضمانة الستور. حبيبي عمور شو امورك؟ انكسر 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 حبيبي. اقول لك اقوى كفر يا حبيبي، انت شاري تلفون 5000 ما تحط له الكفر؟ والله حرام. شو تقول انت يا كابتن؟ احميلك التلفون من كل الزوايا، مره من كل الزوايا. وازيدك يا محمد، التلفون هذا طبعا مع ستيكر للشاشه وحمايه من الخلف، وعندك حمايه للكاميرا، وغير هذا يا محمد بعد حلوه. بعد قل لي شو الميزه الحلوه فيه؟ انا اقول لك. القطعه هذه تعريفيه، مجرد اي حد يقرب تلفونه مره يعطيك الانستغرام مالك، رقم تلفونك، الواتساب، كل شيء كل شيء عنك. مره في القطعه هذه الله. وبعد ما يتغير لونه لو اشوفه ما شاء الله. هذا بوكس لكفر وستيكر، لا 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 الكواليتي يبين يا جماعه من بعيد. والحلو انه حق الايفون 13 وبرو وبرو ماكس جميع الانواع، وال14 الحين جاي بعد جايب له نفس الكفر هذا، فموفري حق كل النوعيات يا جماعه. احنا اختبرناه شيء من الاخر واعطيناه شيء يا جماعه، غير انه مقاوم ما يتغير لونه. والقطعه هذه اللي خبرتكم عنها، شوف مجرد الحين تحطها عدال اي ايفون، اضغط يا عمر شوف مره تطلع بياناتك كامله، مجرد تنزل برنامج اكسلورد والبيانات اللي انت حاطنها، فهمت كيف؟ انت حاط تلفونك، حاط الموقع، حاط اللي اليوتيوب، كل شيء يطلع لك. شوف هذا هو البرنامج اوكي، بالطريقه هاي تحط هذه الاشياء كلها والتعريفيه عندك، بحيث ان يوصلوا لك الناس بكل سهوله. فكفر وبعد تقنيه صراحه تلفون مبلغ وقدره، استرخص على كفر، يا تركب كفر كواليتي يا لا تركب. والله بالضبط يا محمد، هذا هو الكفر. من اختبار نحن شوف المسافه اللي ب3 متر 4 متر هذه ما شاء الله، فهمت كيف؟ اختبار قوي، والحين انا بستخدمه، انا راح استخدمه احمد بالله. من الاخر من الاخر الايفون عباره عليه عن شاشه بس، الاكتر اللي اقتربت الشاشه بتاعته خلاص. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كيوت كيوت الايفون كيوت ها.